بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 35 مساق نظرية الأعداد لطلاب الجامعة الإسلامية قسم الرياضيات كليتي العلوم والتربية. اليوم حيكون عندنا اللي هو مناقشة لشابتر 11 أو للموضوعين اللي أخذناهم في شابتر 11 اللي هو البيرفكت نمبرز أند ميرسين نمبرز. مراجعة سريعة للي أخذناه في البيرفكت نمبر، قلنا إنه بنقول عن الان إذا بيرفكت نمبر إذا كان السيجما أوف ان بيساوي 2 ان، بنقول عن الان إذا بيرفكت نمبر. أخذنا نظرية إنه لو كان عندي 2 تو ذا كي ماينس 1 إز برايم وكي أكبر من 1، بكون اللي هو ان تو ذا 2 كي ماينس 1 في 2 كي ناقص 1 إز بيرفكت نمبر، واي ايفن بيرفكت نمبر حيكون على هذه الصوره. يعني الان لو كان عندي اللي هو 2 تو ذا كي ماينس 1 از برايم، وحيكون العدد ان بيساوي 2 كي ماينس 1 في 2 اس كي ناقص 1، حيطلع عندي بيرفكت نمبر. وايضا اي بيرفكت اي ايفن بيرفكت نمبر حيكون على هذه الصورة، بمعنى آخر أي even perfect number حيكون على صورة 2 كي ماينس 1 في 2 أس كي ناقص 1، حيث هذا العدد اللي هو 2 كي ناقص 1 is a prime. هذا اللي هي النظرية أخذناها المرة الماضية. بعد هيك أخذنا قلنا إنه أي even perfect number حيكون اللي هو أن تطابق الستة مودولو 10 أور أن تطابق الثمانية مودولو 10. يعني أي even perfect number حيكون اللي هو الحد الأخير أو خانة الأحاد في إلو يا 6 يا 8. الآن اطلع خلينا ناخد الأسئلة المطلوبة، انزل على الأسئلة المطلوبة. الأسئلة المطلوبة نيجي للسؤال الأول، بقول لي بروف ذات ذا انتجر معطيني الان ان بيساوي 2 اس 10 في 2 اس 11 ناقص 1. بقول اثبت انه هذا از نوت ا بيرفكت نمبر. الان هو معطيني في الكتاب هنت، بقول لي 2 اس 11 ناقص 1 عباره عن بتساوي اللي هو 23 في 89. الآن بدنا نثبت إنه prove that n is not a perfect number. prove عشان نثبت إنه n مش perfect number يكفي إنه نثبت إنه sigma of n إيش مالها لا تساوي 2 n. نحسب الآن sigma of n بساوي عند ال 2 اس 10 و 2 اس 11 ناقص 1 ار ريلاتيفلي برايم، والسيجما از ملتيبليكيتيف، اذا حيكون السيجما بساوي سيجما 2 اس 10 في سيجما اس 2 اس 11 ناقص مين؟ ناقص 1. ويساوي الان سيجما اوف 10 بنعرف اللي هو نوجد اللي هو السيجما اللي هي عباره عن سيجما 2 اس 10 ايش بتساوي؟ 2 2 اس كي زائد 1 اللي هي 2 اس 11 ناقص ايش؟ 1 اللي هي 2 ناقص 1 2 في سيجما اوف 2 اس 11 ناقص 1. هذا قلنا ايش معناه؟ اللي هو معطيني هنت اللي هو 23 في مين؟ في 89. بصير سيجما اوف 23 في سيجما اوف 89 معايا لانه التنين ريلاتيفلي برايم، لانه بصير عندي الاولاني 2 اس 11 ناقص 1 فهذا هو عباره عن 24. عارفين كيف 24؟ 23 زائد 1 اللي هو sum of divisors اللي هو ما دام برايم اذا مجموعهم 23 زائد 1 اللي 24، والثاني برضه برايم اللي هو 89 زائد 1 اللي هو قديش؟ 90. الان هذا العدد
عندي 2 اس 11 ناقص 1 هي 2 اس 11 ناقص 1 هذا المقدار لا يساوي 2 اس 10 اكيد لانه هذا فيه ايش فيه 3 هذا فيش فيه 3 اذا اكيد هذا لا يساوي 2 اس 11 ناقص 1 24 كذا لا يساوي ايش 2 ان لا يساوي 2 اس ان طبعا هو بالضبط لا يساوي 2 اس 11 اكيد فبصير لا يساوي 2 ان اي سؤال اذا صار عندي ان از نوت ا بيرفكت نمبر نيجي ل اللي هو السؤال الثاني فرع اي بقول لي بروف ذات بروف ذات نو بار اوف ابراهيم كان بي ا بيرفكت نمبر نو باور اوف ابراهيم كان بي ا بيرفكت نمبر بروف باور اوف ابراهيم اللي هو ابراهيم ب مرفوع لباور اي رقم الفا اكبر يساوي واحد لت بي تو ذا الفا بي بي ابراهيم اند الفا اكبر يساوي واحد بي اني باور of ابراهيم بدنا نثبت انه هذا بي تو ذا الفا لا يمكن انه يكون اللي هو بيرفكت نمبر يعني بمعنى اخر السيجما للبي اس الفا بدنا نثبت انها ايش مالها لا تساوي 2 بي الفا اس الفا معايا الان سيجما اوف بي اوف الفا حسب القانون ايش بتساوي بي اس الفا زائد 1 ناقص 1 على بي ناقص ايش ناقص واحد معايا الان هذا بدي اصل لك انه لا يساوي بي اتنين بي اس الفا يعني بمعنى اخر لا يساوي بي اس الفا زائد بي اس الفا بناء عليه بدي اجزئ لك هذا الى جزئين الى بي اس الفا زائد صم نمبر والصن نمبر اللي بيطلع يكون سهل اقارنه بالبي اوف اس الفا ما يسويش شيء ماشي الحال بناء على هيك بدي احسب هذا ناقص البي اس الفا على جهه ومنها بقدر اكتب هذا على صوره بي اس الفا زائد سمثينج اذا الان على جهه باجي بحسب اللي هو بي اس الفا زائد واحد ناقص واحد على بي ناقص واحد ناقص بي اس الفا بيساوي بي ناقص واحد بصير هذا عبارة عن بي اس الفا زائد واحد ناقص واحد ناقص بي اس الفا زائد واحد زائد بي اس الفا ماشي الحال طيب ويساوي اللي هو بي اس الفا ناقص واحد على بي ناقص واحد ماشي الحال بصير عندي الآن هذا المقدار كتبته على صورة بي أس ألفا زائد هذا وهذا اللي بدي أنا إذن الآن عشان أصل للي بدي إياه هذا كتبت هذا المقدار بساوي هذا المقدار حسب اللي وجدته ناقص بي أس ألفا بساوي هذا بصير هذا بساوي بي أس ألفا زائد هذا بي اس الفا هذا زائد بي اس الفا ناقص واحد على بي ناقص واحد الان سهل اقارن هذا بمين بي اس الفا لانه بي اس الفا ناقص واحد اصغر من بي اس الفا اكيد فما بالك لما اقسمه على بي ناقص واحد هيصغر اكثر اذا هذا اكيد حيصير اصغر من بي اس الفا زائد بي
اس الفا، لانه البي اس الفا اكبر من هذا المقدار ستريكتلي. اذا صار عندي سيجما اوف بي اوف الفا اصغر ستريكتلي من 2 بي اس الفا. اذا صار عندي سيجما اوف بي اس الفا لا يساوي 2 بي اس الفا، ومنه and so بي اس الفا is not a perfect number. اذا اللي وصلت له الان no perfect no power of a prime can be a perfect number. اي سؤال؟ نيجي للسؤال اللي بعده او الفرع سي المطلوب منا. اثنين سي، ايش بقول سي؟ بده the product of two odd primes is never perfect. يعني مش ممكن يكون حاصل ضرب two odd primes ان يكون perfect numbers. Perfect numbers. Proof. Proof. Let B. Let B. And Q. Be any two odd primes. بدنا ناخد B and Q any two odd primes. بدي اثبت لكم الان انه B في Q is not perfect. كيف بدي اثبت لكم؟ اثبت لكم انه سيجما اوف بي في كيو ما تطلعش تساوي بي في كيو، تطلعش تساوي 2 في بي في كيو. الان then السيجما اوف بي في كيو تساوي العدد اللي عندي هو بي في كيو برايم في برايم، ايش الديفايزرز اللي له؟ واحد وبي وكيو وبي في كيو، في غير هيك؟ اذا بيساوي واحد زائد بي زائد كيو زائد بي في كيو. معي الان بدي اثبت لك انه هذا لا يمكن يساوي بي في كيو زائد بي في كيو. معي؟ بدي اقول لكم لا يساوي، لا يمكن يساوي. لاحظ انه هذا هو هذا، بضل هذا اثبته بسويش هذا. معايا؟ الان بدي اقارن بينهن، بدي اقارن بينهن بإشي بين ايديا او من خلال إشي بين ايديا، معطيني هو البي والكيو ايش مالهن؟ اود برايمز. ماشي. الان اللي ممكن يجيب لي المقارنة، اللي ممكن يجيب لي الواحد والبي والكيو والبي في الكيو، هو حاصل ضرب اللي هو واحد ناقص بي في واحد ناقص كيو، او كيو ناقص واحد وبي ماينس واحد. اللي ممكن يجيب لي الواحد والبي والكيو والبي في الكيو اللي هو الترم، لاحظ كيو ماينس واحد لو ضربته في بي ماينس واحد ايش بيطلع لي؟ بيطلع لي كيو في بي زائد بي ناقص بي ناقص كيو زائد واحد. مظبوط. هذا في ظهر الواحد والبي والكيو ومين؟ والبي في الكيو. طيب لو جيت اطلعت لهذا المقدار اللي هو هذا، هذا المقدار كيو قد برايم وبي قد برايم، اذا هذا اكيد اثنين وطالع وهذا اثنين وطالع. مظبوط. اذا حاصل ضربهم اكيد اكبر من مين؟ من اثنين. اذا الان نقطة الانطلاق سينس بي كيو ماينس واحد في بي ماينس واحد اكبر من اثنين، اذا اكيد قيمتهم هذول مين هي؟ كيو في بي حاصل ضربهن ناقص بي ناقص كيو زائد واحد اكبر من مين؟ من اثنين. مظبوط ولا لا؟ ومن ثم and so عندي الكيو في بي اكبر من، بدي انقل هذا على الجهه مين؟ الثانيه، ف
فبصير أكبر من 2 زائد بي زائد كيو ناقص 1 اللي هي بالضبط مين؟ 1 زائد بي زائد كيو. هذه الآن سميها 2 وهذه سميها إيش؟ 1. لأن فروم 1 عند 2 وي هاف جزء منه واضح؟ فروم 1 عند 2 مظبوط؟ وي هاف سيجما اوف بي في كيو اللي هي بتساوي 1 زائد بي زائد كيو. واثبتنا ان 1 زائد بي زائد كيو اصغر من مين؟ من بي في كيو. معايا؟ هذا بساوي 1 زائد بي زائد كيو كله مع بعض زائد بي في كيو. من 2 ال 1 زائد بي زائد كيو ستريكتلي اصغر من مين؟ واضحه؟ هذا المقدار اصغر ستريكتلي من مين؟ من بي في كيو. اذا صار هذا المقدار اصغر ستريكتلي من بي في كيو زائد البي في كيو اللي هو 2 بي في كيو. اذا صار هذا المقدار اصغر ستريكتلي من بي في 2 بي في كيو. هنس السيجما اوف بي في كيو لا يساوي 2 بي في كيو. وهذا ايش بيعني؟ انه السيجما اوف ان لا يساوي 2 ان، يعني ايش ماله؟ البي في كيو از نوت بيرفكت اند سو بي في كيو از نوت بيرفكت. اهو المطلوب. اي سؤال؟ الحل هذا مش نفسه في اختصار برضه. نعم نفس الحل. اي سؤال؟ اف ان اذا بيرفكت نمبر بروف ذات سميشن 1 على دي دي بتقسم ان بيساوي ايش؟ بيساوي 2. هذا بيعتمد على سؤال قبل هيك اخذناه في شابتر 6-1 اللي هو بروبلم 8. بقولنا خلوكم معي، لان اللي بقوله اف ان اذا بيرفكت نمبر يعني السيجما اوف ان بيساوي 2 ان. بروف ذات سميشن 1 على دي دي بتقسم ان ايش بيساوي؟ بيساوي 2. قبل هيك سؤال 8-6-1 اثبتنا انه السميشن 1 على دي دي بتقسم ان بيساوي سيجما اوف ان على مين؟ على ان. وبما انه في سؤالنا الان از بيرفكت فبصير سيجما اوف ان ايش بيساوي؟ 2 ان. على الان ايش حيساوي؟ بيساوي 2. اذا صار السميشن بيساوي 2. طيب نيجي لسؤال 5. السؤال اللي قبله اذا سؤال يعتمد على سؤال سابق بس استخدمنا معلومة سيجما اوف ان بيساوي 2 ان اللي هو as an a perfect number. Now we are going to prove problem 5. اللي معطيني اياه في سؤال 5 بقول لي given n as an even perfect number. عندي n is even perfect number ومعطيك ال n بتساوي اللي هو 2 to the k minus 1 في 2 to the k ناقص 1. حسب النظرية اللي قبل بشوية مدام n even perfect number على الصورة اللي امامي حيكون، ومش هيك كمان، وحيكون هذا 2 اس كي ناقص 1 از ايش؟ از برايم برايم نمبر. طيب هذا المعطى ايش بقول لك الان؟ بروف ذات ان تبعتنا هذه بتساوي 1 زائد 2 زائد 2 اس كي ناقص 1. هاي اول واحد. وبقول لك بروف ذات كمان
بروف ذات. واحد اثنين اثبت انه فاي اوف ان بساوي اثنين اس كي ناقص واحد في اثنين اس كي ناقص واحد ناقص واحد. معايا؟ تنحلوا مع بعض بروف. اذكركم بس بالفاي اوف ان كيف نوجدها. عندي احنا لو الان اكبر من واحد كتبناه على صورة بي ون الفا ون اللي عند بي ار الفا ار بكون اللي هو فاي اوف ان بساوي الان نفسها في واحد ناقص واحد على بي واحد لما اصل لعند واحد ناقص واحد على بي ار. معايا؟ هذه هي مين؟ الفاي اوف ان اللي هو الاعداد اللي بتكون اللي هو ريلاتيفلي برايم تو ان. طيب او عدد الاعداد نبرهن هذه في اللي هو المتتابعة اللي عندي اللي الحد الاول واحد وبعدين الاساس واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد ان عدد حدودها ان. ايش قانونها؟ بساوي ان عدد الحدود فان زائد واحد على مين؟ على اثنين. هذا قانون مر علينا سواء في الكالكولاس او اللي هو في الاعداد في الثانوية او الاعدادية. واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد ان بساوي ان فان زائد واحد على ايش؟ على اثنين. الان بدي استخدم هذه. عندي اللي هو هاي المقدار هذا. المقدار هذا واحد زائد اثنين زائد اخر حد اللي هو اثنين كي ناقص واحد. كل مرة بنزيد ايش؟ بنزيد واحد. لما وصلنا لاخر حد هو هذا. هذا اللي بمثل لي ان. اذا ايش بيساوي هذا؟ اللي هي الان اللي هو اثنين اس كي ناقص واحد مضروب في مين؟ في ان زائد واحد. هذا زائد واحد اللي هو بيطلع ايش ماله؟ اثنين اسكي لانه اثنين اسكي ناقص واحد زائد واحد بيطلع اثنين اسكي. الكل مقسوم على مين؟ على اثنين. ويساوي اللي هو بصير اثنين اسكي ناقص واحد في اثنين اسكي ناقص مين؟ ناقص واحد. هذا المجموع اللي عندي. واضح؟ طيب الان بدنا نوجد مين؟ فاي اوف ان. فاي اوف ان بساوي حسب القانون بساوي اللي هو فاي اوف 2 اس كي ماينس 1 في فاي اس 2 كي ناقص 1 ناقص 1 سينس فاي از ملتيبليكيتيف اند الجريتست كومن ديفايزر بين 2 كي ماينس 1 و 2 كي ناقص 1 هذا في الشيء هذيك هي مساوي واحد. معايا يا شباب؟ هذا وهذا الريلاتيفلي برايم وفاي از ملتيبليكيتيف عشان هيك اللي هو انا وزعت هنا وهنا الفاي. ويساوي فاي هذه ايش هي؟ عباره عن اثنين حسب القانون كي ماينس واحد اللي هي ان في مضروب في واحد ناقص نص. حسب القانون اللي هو 5n بيساوي n في 1 ناقص 1 على البرايم فاكتورز. البرايمز اللي هنا بس مين هو؟ الفاكتورايزيشن للعدد هذا بس الاثنين. فاهمين على ايش بحكي؟ مضروب في مين؟ فاي هذا، هذه ايش مالها؟ از برايم. فاي اوف بي لما يكون بي برايم ايش بيساوي؟ فاي اوف بي. الالر فانكشن 5 بي بيساوي بي ناقص واحد. 5 بي بيساوي بي ناقص واحد عدد الاعداد اللي ريلاتيفلي برايمز مع البي. واحد
واثنين والثلاثة لما أصل عند بي ماينس واحد كم واحد هنا بي ماينس واحد إذن اللي فاي أوف برايم بيساوي بي ناقص واحد يعني بمعنى آخر اثنين أس كي ناقص واحد ناقص واحد البرايم ناقص مين ناقص واحد واثنين أس كي ماينس واحد أز برايم ما يساوي هنا عبارة عن مين اثنين أس كي ناقص واحد في نص في هذا عبارة عن مين اثنين أس كي ناقص اثنين معايا شباب ويساوي اثنين أس كي ماينس واحد في نص هذه بنسحب التنين عامل مشترك هان بصير اثنين في اثنين أس كي ناقص واحد ناقص الواحد هذا التنين مع النص عشان هيك ما طيرتوش بالأول ويساوي اثنين أس كي ناقص واحد في اثنين أس كي ناقص واحد ناقص واحد ما رضيتش اختصره ادخله لهذه اللي هو النص هذا عشان نختصر هذا صار عندي الفاي اوف ان 2 اس كي ماينس 1 2 اس كي ناقص 1 ناقص 1 وهو المطلوب نيجي لا 11 3 خلصنا 11 2 بدنا ناخذ 11 3 اطلع لي على اسئله 11 3 بالكتاب هاي 11 3 الان المرسين نمبرز عندي بعض الأسئلة سؤالين عن مرسين نمبرز الهوم وورك اللي هو 11 3 سؤال واحد بروف ذات بروف ذات الام 13 از ابرايم هنس هيكون عندي ان بساوي 2 اس 13 ولا 2 اس 12 في 2 اس 13 ناقص 1 is perfect بس في نظرية هعتمد عليها في الحل ثيرم اخذناها ال 11-5 اظن 11-6 بقول لي اذا كانت بي اود برايم وكان الكيو عبارة عن برايم وبقسم الام بي ذن كيو لازم يكون على صورة 2 كي في بي زائد 1 كما مرة النظرية بتقول مالي هي اللي هعتمد عليها في حل السؤالين اللي عندي النظرية بتقول if b is an odd prime and q is a prime factor of m b يعني q بيقسم الـ m b لQ هذا لازم يكون على صورة 2 k b زائد ايش 1 يعني لو بده يكون للـ m b في prime factors بس هتلاقيهم من وين من اللي على صورة 2 كي بي زائد 1 وكي بيساوي 1 و 2 الى اخرين واضح طيب الان بقول لي اثبت انه الام 13 از برايم ومن ثم ما دام ام 13 از برايم ايش الام 13 هو الام 13 اللي هو عبارة عن مرسين نمبر اللي هو 2 اس 13 ناقص 1 لانه المرسين نمبر ام ان ايش حيكون عصورة 2 اس ان ناقص 1 الان مطلوب مني اثبت انه الام 13 از ابرايم نمبر الان كيف عشان اثبت انه برايم احنا اخذنا قبل معلومة قبل هيك انه احنا عشان اي عدد ان
عشان اوجد البرايم فاكتورز اللي له او اللي هو عشان اللي هو اثبت انه ان از كومبوزيت ولا 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 برايم، كنا نقول اذا كان بده يكون كومبوزيت بده يكون في عندي دي او بي اللي هو برايم بيقسم الان، والبي اصغر من مين؟ اصغر يساوي ايش؟ جذر الان. اذا عشان افحص اللي هو الان از كومبوزيت او لا، يكفيني ان افحص اللي هو البرايم فاكتورز اللي قبل مين؟ الجذر الان، البرايمز اللي ممكن يكون فاكتورز ده مين؟ لا الان. ما لقيتش ولا واحد، معناته الان على طول ايش ماله؟ is an is a prime is a prime. معايا؟ نعم. الان اخذناها قبل هيك كورولاري، انه عندي اذا كان بده يكون اللي هو ان كومبوزيت، اذا there exist there must exist b اصغر او يساوي جذر الان، والبي بيقسم مين؟ الان. if no such b exists then ان will be ايش ماله؟ برايم. اذا الان عشان اثبت الام 13 انه برايم، باجي باخذ الجذر التربيعي للام 13 وباخذ كل البرايمز اللي قبله وبفحصها بقسم الام 13 ولا لا. اذا بقسمنش ولا واحد من الام 13 صار ايش ماله؟ از برايم. طيب الان معطيني انت في الكتاب قال لي جذر التربيعي للام 13 اصغر من مين؟ من 91. يعني الان لو جيت اخذت الجذر التربيعي لهذا العدد حتلاقيه اصغر من مين؟ من 91. الان نوت ذات اللي هو الجذر التربيعي للام 13 less than 91. اذا الان من معلوماتنا الاوليه تبعت زمان بتقول لنا عشان تثبت انه الام 13 هذا برايم، بدك تيجي تاخذ اللي هو كل الاعداد البرايمز اللي قبل ال 91 وتجربها بتقسم الام 13 ولا لا. غلبة يعني بدي اجيب الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة وال 11 وال 13 وال 17 وال 19 وال 23 لما اصل للبرايمز اللي مين عند ال 91 كثيرة وغلبة. الان اللي بخفف لي هذه الغلبة مين؟ اللي هو النظرية التالية بتقول لي اذا كان بده يكون في برايم فاكتورز للام بي، اذا صورتها حتكون على صورة مين؟ الاثنين كي بي زائد واحد. اذا يكفيني يكفيني اني افحص الاعداد البرايمز اللي اقل من 91 وعلى صورة مين؟ اثنين كي بي زائد واحد. بط او باي ثيورم 11-5 اني ابراهيم اني ابراهيم فاكتور اوف ام 13 ماست بي اوف ذا فورم اللي هو 2 كي بي زائد 1. سو وي اونلي investigate the primes less than 91 and of the form 2 k b اللي هو قديش b قديش هيها 13 زائد 1 These primes are مين هما؟ نيجي ناخد اول شيء كيف بتساوي واحد؟ 2 في 13 26 زائد 1 27 مش برايم سيبه. نيجي للي بعده 2 في 2 4 4 في 13 4 في 13 52 1 53. اذا هي اول واحد. نيجي اللي بعده كيف قديش؟ التلاتة 2 في 3 ب 6 6 في 13 ب 78 مظبوط. 1
79. تأكدوا لي من الأرقام. اللي بعده اللي هو 4 2 في 4 8 8 في 13 حنط مين؟ خلص بكفيني. إذا بس we only investigate مين؟ 53 and 79. But ال 53 لا تقسم الام 13 بال طبعا كالكوليشنز اند ال 79 لا تقسم الام 13 برضو باي كالكوليشنز هينس اللي هو ام 13 ماست بي ابراهيم. واضح؟ طيب نيجي لسؤال ثلاثة المطلوب الأخير. السؤال ثلاثة كمان prove that the missing number M 29 is composite. فكرته نفس فكرة السؤال اللي عندي بس الآن حيظهر عندي اللي هو إنه في برايم فاكتور للام 29 من بين الفاكتورز الممكنة إلى عصورة 2 كي بي زائد 1. فنشوف ايش سؤالنا. سؤال 3 طبعا الجزء الثاني على طول بيطلع اللي هو العدد اللي بيطلع مدام هذا طلع عندي برايم. اذا ال 2 اس 12 في 2 اس 13 ناقص 1 حيطلع ايش ماله؟ بيرفكت نمبر. سيجما اوف ان بتطلع 2 ان. سؤال 3 هنزل لكم الحلول ما تقلقوش يعني السكشن هذا مصوره وحنزل لكم ان شاء الله. السؤال بيقول لي prove that the missing number M 29 is composite. prove by theorem 11.5 the possible prime factors of M 29 are of the form R of the form 2 كب زائد 1 بها 29 يعني 2 ك في 29 زائد 1 ويساوي 58 ك زائد 1. النظرية هذه استخدمت النظرية اللي بتقول لو كان بي قد برايم الكيو حتقسم ام بي. اذا كيو بتقسم الام بي لازم الكيو تطلع على صورة 2 كي بي زائد ايش 1. اذا the possible prime factors of ام بي are of the form 58 كي زائد 1 اللي هو 2 كي بي زائد 1. اذا بده يكون اللي هو الفحص من خلال هذه الارقام. الان الرقم الاول اللي هو كيف يساوي 1 58 زائد 1 ايش ماله؟ 59. الان 4 كيف يساوي 1 59 از برايم بط ال 59 لو جيت فحصته مش حيقسم مين؟ الام 29. الان 4 كيف يساوي 2 بصير عندي 2 في 58 اللي هو عبارة عن 116 زائد 1 117 is prime
is not prime, آسف, is not prime. So we don't investigate this number because our theorem says or talks about the prime factors. إذا وأكيد وأكيد حيطلع ال 117 إيش ماله؟ لا لا يقسم مين؟ 29. فش صحيح. طيب 4 كي بيساوي مين؟ 3. إيش حيطلع عندي العدد؟ اضرب الآن 58 في 3 اضرب لي العدد 175 برضو ايش ماله is not prime. الآن 4 كي بيساوي 4 بطلع اللي هو 4 في 5 204 في 8 233 and we will find that 233 تقسم مين الام 29 برضو بايش by calculations hence or therefore اذا فيش غلبة كثير اللي هو عندي هاي عدد عددين ثلاثة وصلنا مع الرابع ايش ماله 233 تقسم الام 29 لو بده يطلع اللي هو برايم بكون اخذت مين لو انا مش عارف انه برايم او مش برايم باخذ له الجذر التربيعي وبفحص اللي قبله زي السؤال الاولاني اذا في منهم شيء بيقسم معناته صار كومبوزيت في شيء بيقسم معناته ايش ماله از برايم ذيرفور ام 29 ايش ماله از كومبوزيت اند الام 29 اكيد مش هي 233 اي سؤال بكون هيك خلصنا اللي هو الديسكشن شابتر 7 شابتر 11 ضل عندنا شابتر 7 خلص ما شاء الله يعطيكم العافيه المره الجايه ان شاء الله بنكمل والى لقاء اخر